استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير مساء هذا اليوم المهنئين من أهالي المحافظة الجنوبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار اللقاءات التي يحرص جلالته على عقدها مع المواطنين من مختلف محافظات المملكة. وقد تشرف أهالي المحافظة بالسلام على جلالة الملك المفدى معربين عن أصدق التهاني والتبريكات إلى جلالته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، دعين الله عز وجل أن يعيده على جلالته وعلى شعب البحرين العزيز بوافر الصحة والسعادة والخير، كما أعربوا عن شكرهم وامتنانهم لجلالة الملك المفدى على ما تحظى به المحافظة الجنوبية من اهتمام ورعاية كريمة من لدن جلالته وما تشهده من مشاريع تنموية وإسكانية متطورة بفضل توجيهات جلالته السامية. خلال اللقاء رحب جلالته بالجميع وبادلهم التهنئة بالشهر الكريم، مؤكدا جلالته أن عقد مثل هذه اللقاءات مع رجالات البحرين وأبنائها الأوفياء خلال شهر رمضان المبارك يأتي في إطار العادات العربية الأصيلة للتواصل والتلاحم وتعزيز قيم الترابط الاجتماعي الوثيقة التي يتميز بها المجتمع البحريني منذ القدم. أشاد حفظه الله بالمواقف المشرفة لأهل المحافظة الجنوبية تجاه وطنهم وبالجهود التي يوالون بذلها في خدمته بالتعاون مع بقية أخوانهم من أبناء البحرين من أجل رفعة الوطن وتحقيق الزهارة. وأشار جلالته أن ما تشهده المملكة اليوم من بناء وتنمية هو ثمرة السياسات الحكيمة التي أرسى دعائمها الآباء والأجداد بجهودهم المخلصة وحبهم لوطنهم وتفانيهم في خدمته، مؤكدا أن البحرين ستواصل مسيرتها في البناء والتطوير مستندة على إرثها الحضاري العريق وتطلعات أبنائها لمستقبل مشرق وتكاتفهم لتحقيق النجاح المنشود للنهضة الوطنية الشاملة، داعيا الله عز وجل أن يعيد شهر رمضان المبارك على الجميع بالخير والبركة وعلى مملكة البحرين وأهلها الكرام بالأمن والازدهار.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نبدأ هذه الاحتفالية بتلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. بارك الله. بعدها ألقى سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية كلمة بهذه المناسبة. يتشرف سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية بإلقاء كلمة نيابة عن أهالي المحافظة الجنوبية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لشرف عظيم لا يعلوه شرف أن أقف اليوم في هذه الأيام الفضيلة المباركة أمام مقام جلالتكم السامي حفظكم الله ورعاكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أهالي المحافظة الجنوبية لنرفع إلى مقام جلالتكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبركات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. أعاد الله أعواما عديدة وأزمنة مديدة ومملكتنا البحرين بخير وعز وأمان تحت قيادة جلالتكم الرشيدة، أدامكم الله عزا وذخرا للوطن والمواطنين. سيدي صاحب الجلالة، إن استقبال جلالتكم اليوم في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك أعظم شرف وعز وسام على صدور أهالي المحافظة الجنوبية ودلالة صادقة على ما تحظى به المحافظة الجنوبية من مكانة عظيمة لدى جلالتكم حفظكم الله ورعاكم. وإننا في المحافظة نتشرف بهذا اللقاء لنعبر فيه عن الولاء المطلق والبيعة لجلالتكم. وما هذا الجمع المبارك
إلا تعبيراً صادقاً عن مدى التواصل لجلالتكم مع أبناء شعبكم المخلصين من أبناء المحافظة الجنوبية الذين لم يعرفوا ولاءً ولا انتماءً إلا لراية قيادتكم الحكيمة. فكلنا يا سيدي ماضون تحت أمرة جلالتكم، مرخصين الغالي والنفيس لخدمة الوطن والمواطنين. سيدي صاحب الجلالة، إن المحافظة الجنوبية بفضل توجيهات جلالتكم السديدة والجهود المخلصة لصاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، والدعم المتواصل لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، تشهد نقلة نوعية في كافة المجالات كالقطاع التعليمي والصحي والإسكاني والخدمي. وما هذه النهضة التنموية الشاملة إلا ترجمة لرؤية جلالتكم لتكون مملكة البحرين مملكة عامرة بالعز والخير والبناء، ولتصبح المحافظة الجنوبية مثال التطور والنماء والازدهار، مؤكدين لجلالتكم أن ما حظينا به من دعم ومن مساندة من لدن جلالتكم حفظكم الله ورعاكم هو مبعث الفخر والاعتزاز والحافز الأكبر لبذل المزيد في خدمة أهالي المحافظة ولمواصلة مسيرة البناء والنهضة والتنمية الشاملة خدمة للمحافظة الجنوبية وأهلها. سيدي صاحب الجلالة، إن الأمن أساس التنمية وركيزة البناء، وإن لهذه المشاريع الخدمية التنموية رجال يسهرون على أمنها والحفاظ عليها. إنهم رجالكم، رجال الأمن البواسل، الذين يبذلون الغالي والنفيس بقيادة معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وأننا في المحافظة الجنوبية نسعى إلى العمل من خلال روح الفريق الواحد وترسيخ التعاون والتنسيق المشترك بين المحافظة الجنوبية وبين مديرية شرطة المحافظة الجنوبية وبلدية المنطقة الجنوبية، تحقيقاً لأهدافنا الموحدة المشتركة في خدمة المحافظة الجنوبية وأهلها لحفظ المكتسبات والمنجزات الحضارية ولإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ربوع المحافظة الجنوبية. سيدي صاحب الجلالة، إن المحافظة الجنوبية تزخر بالمواقع التاريخية والأثرية التي تعكس عراقة محافظتكم العامرة وتشهد على تاريخ أسرة آل خليفة الكرام الذي نستلهم منه أبرز قصص البذل والعطاء من رفاع العز إلى جزر حوار، وفي كل شبر من أراضي المحافظة قصة تروي وتعكس الأمجاد والمفاخر التي خطها الأجداد والآباء، نقرأ فيها العزة والشموخ لنا وللأجيال القادمة. وأننا في المحافظة الجنوبية حريصون على تنفيذ توجيهات جلالتكم في الحفاظ على هذا التاريخ المشرف والموروث الشعبي والإرث التاريخي والحضاري. سيدي صاحب الجلالة، اسمحوا لجلالتكم أن نكرر عن بالغ تشرفنا وعظيم امتناننا وتقديرنا لجلالتكم الكريم، وأن نجدد عهدنا بالبيعة والولاء لجلالتكم، ونعاهدكم على المضي قدماً نحو تحقيق كل من شأنه رفعة المحافظة الجنوبية ومملكة البحرين في شتى الميادين والمجالات، سائرين على العهد والوعد لخدمة مملكتنا ومليكنا، مؤكدين لجلالتكم بأن هذا اللقاء التاريخي سيظل دوماً حاضراً في نفوس أبنائكم وجنودكم المخلصين من أهالي المحافظة الجنوبية. حفظ الله جلالتكم وأمدكم بالعون والتوفيق وأيدكم بالنصر والتمكين، وتقبلوا جلالتكم مني ومن أبنائكم أبناء المحافظة الجنوبية خالص الاحترام والتقدير والامتنان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثم قدم سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية هدية تذكارية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. ثم نجتمع تحدث جلالة الملك المفدى مع المساء المبارك لنتبادل التهاني بحلول شهر رمضان. أسأل الله يعيد عليكم وعلى الجميع بالخير، وأن نراكم عدة مرات في مناسبات كثيرة إن شاء الله. نشكر سمو الشيخ خليفة على كلمته اللي عبرت عن مشاعر الجميع، وعلى كل حال هذا مو بغريب. أنا سبق إن قلت إن إحنا مكملين البعض، وفرصة إني أشكركم على قيامكم بعملكم وتحمل المسؤولية في مختلف مواقع العمل، وهذا المهم. أبنائنا أبناء البحرين أهم رسالة يحملونها هي خدمة الوطن، والله الحمد ما نسمع إلا كل خير. فشكرا وموفقين إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وقد استقبل جلالة الملك المفدى المقرئ الشيخ علي صالح عمر الفائز بالمركز الأول بجائزة القارئ العالمي التي نظمتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين، والتي شارك فيها 9200 متسابق من مختلف دول العالم، حيث هنأه جلالته بهذا الفوز وأثنى جلالته على حفظه وحسن تلاوته للقرآن الكريم. وقال جلالته إن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل الإنجازات التي يحققها أبناء البحرين في مختلف المجالات، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.